موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه السلسلة الطيبة المباركة إن شاء الله في الكلام عن القلب وأحواله، وما زلنا في الكلام عن القلب المريض وما هو مرض القلب. تعالوا اليوم نشخص مرض القلب. تكلمنا عن أقسام القلوب ثلاثة، تكلمنا عن كيف تتوارد الفتن على القلوب، وبينا أنها تتوارد تباعا فتنة فتنة وهكذا. ثم القلوب مع هذه الفتن نوعان، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلب يتشرب وقلب ينكر، إلى آخر ما ذكرنا في المرة السابقة. تعالوا النهاردة نشخص، نعمل عملية تشخيص لمرض القلب، نعرف إيه مرض القلب، ايه مرض القلب وايه معنى القلب. احنا ذكرنا القلب السليم، بس نزداد بيانا في بيان سلامة القلب. وعشان نفهم مرض القلب جيدا، العلاقة كبيرة بين مرض البدن ومرض القلب، فتعالوا نتكلم سريعا عن مرض البدن، لان مرض القلب شبيه بنفس الايه يعني بمرض البدن، مع الفارق طبعا في وظيفة كل منه او نحو ذلك. عندنا البدن له حالة صحة وحالة مرض وحالة موت في النهاية، زي القلب، انتبه معي. ومرض البدن خلاف صحته. طيب، ايه هي صحة البدن وايه علامة صحة البدن؟ علامة صحة البدن ان يؤدي كل عضو من اعضائه وظيفته التي يعني خلق من اجلها او هيئه الله عز وجل لها. اليد مثلا تبطش، العين تبصر وترى، الرجلان تمشيان وهكذا وهكذا سائر الاعضاء. كل الايه الاعضاء، الاجهزه اللي في الجسم تقوم بوظائفها. انتبه معي، القوه الهاضمه او جهاز الهضم يقوم بوظيفته الى اخره. كل ده معناه بس ان البدن سليم، لما البدن كل عضو يؤدي الوظيفة الهيئة الله عز وجل لها، وكل جهاز من اجهزة الجسم التي خلقها الله عز وجل ويعني هيئها لوظيفة محددة تقوم بها، ده ايه؟ ده معناه ان هذا الجسم سليم. يبقى المرض اختلال يحدث في هذه الوظائف، او عضو يبدأ يصاب باختلال في وظيفته، يبقى ده بدأ يمرض. انتبه معي، الجسم طول ما هو يعني في حالة يعني المرض خروجه عن حالة الاعتدال إلى حالة فساد تعرض له، يخرج عن حالة الاعتدال بتاعته إلى حالة فساد تعرض له كما يقول العلماء. وهو نوعان، يعني هذا المرض نوعان، نوع يفسد إدراكه، وده على درجتين، على درجتين، ممكن يضعف الإدراك وممكن يفسد الإدراك بالكلية. العين بتبصر، طيب ممكن يضعف البصر يبقى النظر ضعيف، وممكن يزول بالكلية يبقى عمى. الفم يتذوق، او طيب ممكن يعني التذوق ضعيف وممكن يزول تماما وينعكس، وما يكن ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلاله، فيبقى انعكس الادراك، انعكس عنده
طب والنوع الثاني من الامراض، من عندي مرض بيفسد ادراكه اما باضعاف هذا الادراك او ازالته بالكليه، انتبه معي. وعندي مرض اخر يفسد طبيعته، يفسد طبيعه الجسد، الوظائف الموجوده تضعف، الايه قواه تضعف، قوه الايه الهاضمه عنده سوء هضم، يبقى ده مرض يعالج. تضعف القوه الماسكه كما يقول العلماء في ذلك، او ايه هذه القوه، فيحصل له ايه الم بسبب هذا، يحصل له الم، انتبه معي. وقد تزيد هذه الامراض اللي هي هي بتفسد طبيعه الجسم ده، تزيد فتصل به الى الموت، تنتهي به الى الايه الى الموت. وسبب الفساد في هذه الحركه الطبيعيه بتاعته اللي بيفسد الجسم بها ويخرج، ان هو يخرج عن حاله الاعتدال، وده بايه؟ اما فساد في الكميه او فساد في الكيفيه. فساد في الكميه بزياده او نقصان، العناصر تزيد يبقى لازم ايه تحتاج يقول لك عنده زياده في كذا وزياده في كذا، زادت بقى مرض، خرج عن حد الاعتدال، او تنقص يبقى محتاج يقول لك ايه عنده انيميا، عنده نقص مش عارف في كذا، محتاج يعالجه ويزيده، يبقى حدث نقص، يبقى ده نقص في الاعتدال او في الكيفيه، الحراره بتاعته مرتفعه او نازله تحت خالص، بروده، وهكذا في سائر الامور الخاصه بكيفيته. هنا يبقى هذا الجسد جسد مريض، جسد مريض في ايه امراض. وسبحان الله، الحفاظ على صحه الجسد او الحفاظ على الصحه يكون بثلاثه اشياء، يكون بثلاثه اشياء: حفظ القوه عشان يتجنب بقى الافات والامراض اللي ذكرناها ديت، ومدار صحته تكون على ثلاثه اشياء: حفظ القوه والحميه من المؤذي واستفراغ المواد الفاسده. ثلاث حاجات اهو: حفظ القوه بتعاطي الاغذيه النافعه برضه بدرجه باعتدال زياده ولا نقصان، بالاغذيه النافعه، حميه عن المؤذي ان هو يعني يمنع نفسه أو يحمى هذا الجسد من الأشياء الضارة التي تضر به وتؤثر فيه سلبا، استفراغ المواد اللي هي الفاسدة الزيادة. وسبحان الله الأمور دي طلعتها الشريعة حتى بالنسبة للبدن، بالنسبة للأحكام الشرعية، تنظر لما نجي نطالع أحكام الشريعة نجد انها راعت هذه الاشياء بالنسبه لسلامه البدن. ازاي؟ حفظ القوه، نجد ان الله عز وجل شرع لنا الرخص في السفر، الفطر في المسافر وللمريض، ليه؟ حفاظا على، لانه لو 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 صام سيزداد مرضه او ستزداد المشقه جدا لو في السفر، فيضعف جسده، يضعف جسده. الرخص الايه الشرعيه وغيرها. طيب الحميه عن، وغير ذلك بقى من التشريعات، انا بضرب كامثله سريعه. والحمية عن المؤذي، ماشي، اللي الذي يعجز عن استعمال الماء اباح له التيمم، شرع له التيمم، لان الماء هنا اخبلك ايه اللي هو يتعذر له استعمال الماء لسبب لمرض او قد يهلك لاستعماله او يتاخر برؤه وشفاؤه، فحفاظا على ايه اخبلك الشريعه حمته من هذا وشرعت له الايه التيمم. استفراغ المواد الزائده الفاسده، الحاج إذا كان برأسه أذى أباح له أن يحلق رأسه ويفدي، ليه؟ لتخرج الأبخرة الزائدة والفاسدة من الدماغ. الحجامة، استخراج للدماء الفاسد من الجسد، استفراغ. انتبه معي، من عندي مدار الصحة ثلاث حاجات أهم، ماشي. طيب إيه علاقة الكلام ده باللي إحنا بنتكلم فيه الآن، مرض القلب؟ العلاقة، العلاقة وطيدة وشبيهة تماما، زي ما قلنا كده في الجسد، زي ما احنا قلنا ان المرض، الحالة المرضية للجسد بتضعف وظيفته او قد تمنع من الوظيفة بالمرة من وظائف الاعضاء وقواه، وزي ما قلنا ان هي نوعان، نوع بيفسد الادراك، يفسد الادراك اما باضعافه او بازالته بالكلية، ونوع بيفسد الطبيعة. ها، نفس الكلام، وزي ما قلنا مدار الصحة على ثلاث حاجات، هو نفس الكلام بالنسبة للقلب. ازاي الكلام ده؟ تعالى، القلب فرق بقى، بس القلب احنا قلنا
وظيفته قلب اللي احنا بنتكلم عليه زي ما بنذكر في اول مره اللطيفه الرحمانيه بقى الروحانيه ماشي تبه معي، والا في العضو العادي اللي هو الوظيفه الحسيه زي ما اتكلمنا عن سائر الايه اعضاء الجسد بيحصل فيها خلل يبقى ده مرض، خلل في وظيفه من وظائف القلب الحسيه يبقى مرض معلوم ويبقى خلاص يعالج بقى حسب اسبابه، بس هو ده بيعالج في علم الطب لانه جزء من عالم الشهاده. احنا بنتكلم بقى على القلب اللي جزء من عالم الغيب اللطيفه الرحمانيه الروحانيه. طيب تعالوا شوف ديت ايه حاله المرض والسلامه. الوظيفه على القلب ديت له وظيفتان اساسيتان. وظيفة الاولى ادراك الحق وايثاره ومحبته والتمييز بينه وبين الباطل. دي وظيفة القلب الأولى. الوظيفة الثانية الإرادة والعمل. الإرادة والعمل دول الوظيفتان. القلب السليم اللي سالم من شبهة وشهوة كل كما ذكرنا يقوم بالوظيفتين، يدرك الحق، يؤثره، يحبه، ويريد العمل بمقتضى ويعمل ينفذ، يعمل بمقتضى الحق ويمتثل، ما عندوش مشكلة لأنه قلب سليم فيقوم بوظائفه. انتبه معي، قلب حي يدرك الحق يؤثره يعمل بمقتضى الحق ويريد هذا لا يريد خلافه، ما عندوش مشكلة. المرض بقى هنا هيبقى نفس الكلام، مرض القلب ها الخروج عن هذه السلامة، وهو نوعان مرض يخص الوظيفة الأولى اللي هي الإدراك، يخص ليه الإدراك إدراك الحق. إيه هو المرض ده بقى؟ المرض ده اللي بيفسد إدراك الحق، إما أنه يشتبه الحق عليه بالباطل وإما أن يزول فينقلب الحق عنده باطل باطلا والباطل حقا، يعني إما يفسده تماما يفسد هذه الوظيفة، إما إفساد يكون مرض وإما يزيد فيفسدها تماما. خلي بقى إيه، وده مرض الشبهة. الشبهة تفسد الوظيفة الأولى بتاع القلب، وظيفة إدراك الحق وتمييزه، فيشتبه عليه الحق بالباطل وقد تزيد وتشتد وتحتد فتزيلها بالكلية فيرى الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. نسأل الله السلامة والعافية. ده نتيجة ايه؟ نتيجة مرض الشبهة الذي يعني توارد على القلب، تواردت على القلب فأفسدت إدراكه وتمييزه. انتبه معي، لم يعد له فرقان يميز بين الحق والباطل، لم يعد يدرك الحق يعلم. طيب والمرض الثاني مرض يفسد طبيعته، يفسد الإرادة والعمل والامتثال بالإتيان بالأوامر واجتناب النواهي. انتبه معي، وده مرض ايه؟ الشهوة، مرض الشهوة، فيفسد إدراك هذا الايه؟ انتبه معي، يفسد إرادة هذا القلب. الشهوة تفسد إرادة القلب، تضعف السير، يأتي بالطاعات بصورة يعني ليست هي التي يحبها الله ورضاها على النحو الأكمل، لا يعني يأتي بها ولكن ليس لم يأتي بها كاملة، أو وفي نفس الوقت لا يتحرز من المعاصي والمخالفات. ليه؟ لوجود هذه الشهوة، تبدأ تدفعه بقى الشهوة لإيه؟ لارتكاب المخالفات والإيه والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية، وتعرقل سيره في الطاعات فيقصر في الطاعات ويندفع فيه، زي ما الشبهات هتولد بقى يا بدع يا ما ايه يا كفر وشك وريب وزندقه والعياذ بالله تبارك وتعالى لما يقبلك. انتبه معي، طيب مرض زي ما احنا قلنا اهو هيبقى عندنا هذا القلب بقى تحول لقلب مريض، وممكن بقى يصل للقلب الميت صلى الله عليه العافيه ان لم يحدث له ايه؟ ها مداواه وعلاج ليخرج ويعود الى حاله السلامه، يعود الى حاله السلامه. فانتبه معي، فانا عندي اهو شبهات باهتة، يا إما تضعف زي ما قلنا يشتبه الحق بالباطل يزول الأمر عنده تماما وينقلب الحق باطلا والباطل حقا. التاني نفس الكلام، الشهوة ترد هتضعف إرادة القلب فيقصر في الطاعات ويأتي بالمحرمات وقد تزداد
فتغمره يبقى في سكرة، في حالة سكرة، في سكراتهم يعمهون خلاص، صلى الله عفو العافية، فلا يرى إلا ما يدور مع هواه وشهوته بس وخلاص، صلى الله عفو العافية. طيب مرض القلب ده، انتبه معي، المرض اللي أصاب القلب هنا ركز معايا، مرض ده نوعان، مرض القلب نوعان. نوع احنا قلنا خلاص، هو بقى الوظائف القلب ومرض ناتج عن شبهة، مرض ناتج عن شهوة. المرض ده نوعان، مرض نوع يتألم، لا يتألم صاحبه في الحال، ألمه ليس في اللحظة والتو، لا إنما على المدى الإيه، انتبه معي، إلا إذا كان هذا القلب سليم يحس، لكن انتبه بس ده بياخد وقت، ودي أمراض الإيه، دي الشبهات والشهوات، أمراض الشهوات والشبهات. ده النوع من المرض ما بإيه، ما العبد لا يلحظه سريع، بياخد وقت، انت إلا إذا كان عبد بصير ومدرك والقلب في حالة سلامة تامة، فمجرد ما تري يبدأ يتألم، لكن هو نسأل الله العفو والعافية يبدأ الإيه، الأمراض دي تتوارد على القلب، تبه معي، فما يلتفتش لحد ما تهلكه. ودي أعظم النوعين وأشدها خطر، المرض الشهوات والشهوات، ده أشد أنواع وأمراض القلب، ودي علاجها عند الرسل وأتباع الرسل، زي ما هيجي دلوقتي نتكلم إحنا إن شاء الله في الإيه، المنجيات من الشبهات والشهوات من هذه الأمراض، انتبه معي. طيب أنا عندي بقى هذه الإيه، الآفات الخطيرة، عندي هذا النوع من المرض، مرض الشبهات والشهوات، مرض الإيه زي ما قلت لك صاحبه لا يتألم منه ألما يحركه سريعا، الإيه بتتوارد واحدة بواحدة على القلب، وهو في حالة غفلة وبعد، اللي بيحدث الأمراض يفضل تزيد لحد ما تهلكه، ودي أخطر المرض، عشان كده لا يفطن، لا يفطن لها، لا يفطن لها، لا ينتبه لخطورة هذا المرض. ليه؟ لأن ألمه ليس في الحال، ليس كذلك النوع الثاني اللي هو النوع المؤلم في الحال زي الهم والغم والحزن، انتبه معي، والإيه والغيظ، انتبه، ده إيه، وده له أدوية الطبيعية اللي يزول بإيه بها، وأسبابه اللي إيه اللي يخبلك اللي ده، وده من جنس أمراض البدن، ده إيه حالة ضيق شديد، فيبقى إيه أصابه هم، في حالة غم، حالة غم، ضيق صدر شديد، فدي بيتألم من توه، ويبدأ يسعى في إيه علاج هذا الإيه المرض ودفعه، لأنه إيه، لأنه يؤلمه في الحال والتو، بخلاف النوع الأول يتوارد لا ينتبه له إلا البصير الموفق، انتبه معي. أما القلب اللي في حالة الضعف والمرض ما بينتبهش ليه، انتبهش، والألم على المدى البعيد، مع أنه أخطر الإيه، أخطر أنواع الأمراض. ليه؟ لأن أي مرض آخر سواء مرض في البدن أو مرض من الحسي يعني غايته هينتهي بالموت، لكن مش هينتهي بالشقاء، إلا إذا كان العبد بقى والعياذ بالله جمع المرضين وجمع الشقاء، أخبرك أنت يعني مرض القلب ومرض أو موت القلب وموت الجسم، خلاص نسأل الله العفو والعافية. لكن لو أن عبدا صالحا وقلبه حي سليم مستقيم طائع لله عز وجل، ثم هو تعرض لمرض، هيصبر على المرض، ياخد أجر، طب هيموت، هينتقل رحمة الله ورضوانه وعلى طاعة، يبقى مش كل، ما فيش في كل الأحوال المرض الحسي البدني أو الحسي القلبي اللي هينتهي بالموت هيبقى بعديه شقاء، لا، شقاء للأشقياء والعياذ بالله، اللي جمعوا بين إيه، بين موت القلب وآفات البدن، لكن بالنسبة للصالحين وأهل الطاعة لا، تقل رحمة الله ورضاه. بخلاف مرض القلب المتولد عن الشبهة والشهوة، هذا النوع من المرض إن استفحل خطره حتى مات القلب بسببه، ها، كان الخسران والشقاء الأبدي للعبد، كان الهلاك والخسران. عشان كده كان الواجب على العاقل أن ينصرف همه أول ما ينصرف لعلاج هذا المرض، وأول وأعظم ما يرصد أو يراقب قلبه فيه، المفترض أن يراقب قلبه وأن يرصد حركة هذه الآفات والأمراض، سواء اللي جاء عن طريق الشبه أو جاي عن طريق الشهوة، ما ينتظرش حتى تستفحل فتورثه الهلكة أو تميت القلب، لا، سواء كانت الأمراض الشبهة
دائما ليبتحوا دون إدراك الحق أو التمييز بين الحق والباطل لا ينتظر، إنما يعالجها بأسبابها اللي هنتكلم عنها بفضل الله تبارك إن شاء الله في الحلقة القادمة. وفي نفس الوقت أو مرض الشهوة نفس الكلام، لا ينتظر حتى يستفحل، حتى يستفحل إزاي، فيوقف سيره عن سيره في الطاعات ويعرقل مسيرته إلى الله عز وجل ويجعله يستمر المعاصي والمخالفات نتيجة هذه الشبهات. نيجي نتكلم بعد كده إن المعاصي والمخالفات أمر ليس سهلا، وعقوبات المعاصي خطيرة بل تؤدي إلى خسف القلب ومسخه. طب ممكن تستغرب خسف وما العلماء تكلموا عن حالة الخسف القلبي والمسخ القلبي يؤدي إلى إن القلب ده إيه؟ القلب ده يخسف به، يخسف به يعني الخسف مش هو يخسف به في داخل بطن الأرض، الخسف الحدوث الخسف إن هو يخسف بالناس داخل الأرض قبل عقوبة إلهية، ها خسفنا به الأرض، هو القلب يحدث له خسف إزاي؟ إن تجد هذا القلب لا يفكر إلا في ها سفاسف ودنايا الأمور، قلب كما قيل قلب يطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحش، قلب يطوف بصاحبه في أعالي يسمو به، الروح غذاء من أعلى، فقلب يسمو به يتطلب الغذاء اللي نازل من القرآن والسنة والدين والوحي، قلب يفكر يطوف بصاحبه في ها الطاعة حقيقة التوحيد إقامة دين الله عز وجل يعلق إلى أعلى يترفع عن، وقلب آخر هو في الدنيا والشهوات والأدناس والقاذورات يطوف حولها، حالة خسف نزل بصاحبه إلى دنايا الأمور، أما الآخر فقد طاف بصاحبه وحلق به في أعالي الأمور وأعظمها، وأعظم هذا إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. انتبه، فده قلب ومسخ، قد يمسخ القلب كما بين ذلك الأمر القيم رحمه الله فيصير كالكلب وكالحمار، قلب حمار قلب، ولذلك ربنا عز وجل وصف الزائغين والحائدين عن دينه وعن طاعته وغير القائمين بما يجب عليهم من الطاعة والعبودية بهذه الأوصاف. ها تبع معي، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ها طيب، والذي أوتي آيات الله ثم انسلخ منها ها ضرب له مثلا بالكلب. انتبه، فلما انسلخ منه ضرب له مثلا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انتبه، وقد يمسخ القلب يصير قلب خنزير لا يغار ولا يتحرك ولا، انتبه معي إلى آخره، كل ده عقوبات المعاصي وعقوبات المخالفات. فانتبه معي، فالعبد الفطن لا ينتظر حتى تصل أمراض القلب به إلى الهلكة، إلى الهلكة. يبقى أنا عندي نوع زي ما احنا قلنا المرض ونوع اللي هو السريع اللي هو بيتألم له فبيتحرك بسرعة إلى إيه، حتى اللي هو المؤلم سريعا اللي هو أخذ بالأسباب الشرعية اشتفى منه، لو خد بالأسباب غير الشرعية ازداد المرض، اللي هو النوع الثاني اللي هو المؤلم في الحال زي الهم والغم الهم، واحد أصابه هم وغم فأخذ بالأسباب الشرعية من تلاوة قرآن وذكر ودعاء واقترب من الله فزال همه وانشرح صدره، إن شاء الله يبقى لنا حلقة في أسباب انشراح الصدر، ده سبب شرعي يوم يزول الهم. طيب واحد بقى أخذ الإيه بأسباب غير شرعية إنه الهم والغم فراح يذهب ليسمع الموسيقى ويلهو ويلعب ويقول لك عشان أخرج من الحال اللي أنا فيها، يزداد مرضه، لا يزول المرض هنا بل يزداد. انتبه معي، واحد أصابه غيظ ليه؟ استولى عدوه عليه، إن انتصف من عدوه زال غيظه، إن عالج هذا بالأسباب. طب وإن دفعه الغيظ إلى ارتكاب المحرم والانتقام الشديد وتجاوز الحدود، لا يزداد الإيه؟ يزداد المرض وزداد. فإن اشتفى بحق زال. طب وإن اشتفى من المرض ده، واحد أصيب بمرض تعلق وعشق فراح يعالجه بالفجور بالمعشوق، يزداد مرضه وألمه. انتبه معي، إنما الأسباب الشرعية هي التي تزيل ألم هذا الإيه، زي ما ربنا عز وجل أمر قاتلوهم جهاد الكفار يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم
ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. بس ايه؟ بزر والسلام الاسلام عمل حق. انتبه معي. فحتى الاسباب في ازالة النوع الثاني اللي هو المؤلم في الحال ان كانت اسباب شرعية ها عالجت واتت بنتيجاتها. طب وان كانت اسباب غير شرعية لا زاد المرض. نرجع نقول بقى فصحة القلب اذن نفس الكلام اللي عندي امراضه زي قلنا زي امراض البدن. ركز معاي زي ما شرحنا بالضبط. ومدار صحة القلب زي ما قلنا في البدن مدار صحة البدن على ثلاثة أشياء ذكرنا قلنا حفظ القوة والحمية من المؤذي والاستفراغ من المواد الفاسدة. نفس الكلام ازاي حفظ القوة قوة الإيمان بإيه؟ ها؟ بالأغذية النافعة أغذية الإيمان الطاعات كل الطاعات الأغذية النافعة تحفظ قوتها وتزيد الإيمان. طيب والحمية من المؤذي إنك تجتنب ما يفتك بقلبك تجتنب ما يؤثر حماية من كل ما سواء الحماية من الشبهات أو الحماية من الشهوات كل ما ابتداء دفع الضرر ابتداء الحماية من المؤذي بدل ما أنظر نظرة وأطيل النظر ولا أغض بصر فيضر هذا بقلبي كالنظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر تعمل ايه؟ تغض بصرك تحمي قلبك. ونفس الكلام في كل بقى السهام المؤذية انك انت تحمي القلب ابتداء من المؤذيات المؤثرة على سلامته التي تخرجه عن حالته السلامة الى حالة العطب تحميه. انتبه معي تحرز عن كل ما يضر بقلبك. كذلك الاستفراغ للمواد الضارة أخلاط الرديئة تخلص إنك أنت كل ما لدخل القلب من أمراض وآفات عجب رؤية نفس يعني رياء تسمع سوزان حقد حسد على المسلمين كل أمراض قلبية غيرها تتخلص منها تخرجها تطلع الأخلاط الرديئة دي ما تخليهاش. انتبه معي تعمل عملية استفراغ ليها وتخرجها. ليه؟ عشان تصل بعون الله تبارك وتعالى الى ايه؟ تظل محافظا على صحة قلبك. يبقى لازم تحافظ على القوة بزيادة الاتيان بالطاعات زيادة الاستجابة امر رب جل وعلا. انتبه معي نفس الكلام تتجنب المؤذي حماية لقلبك كذلك تتخلص مما دخل القلب من الدسائس او الامراض او الافات تعمل عمليه استفراغ لها يقوم تظل ايه؟ تظل يعني يظل قلبك صحيحا سليما. نسال الله ان يرزقنا سلامه القلب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.